السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في صفحة 35 حصة التطبيقات الكتابية. التاء المربوطة، الفعل وأزمنته هو عناصر الجملة الفعلية. أوجدوا على دفتري. أولا أرسم التاء الناقصة في الكلمات رسما صحيحا. إذا حضر، هواتو ما مفرد كلمة هواتو؟ الهاوي. إذا قلنا الكلمات، هذه الكلمات في الدرس السابق يكون جمعها مختوما بتاء مربوطة. حضر، هواتو، صناعتي، صناعة. إذا ممكن أن نقول صناعة عندما نقف على الكلمة بالهاء فتكون آخرها بالتاء المربوطة. صناعتي. الخزفي وقت توزيع الشواهد على الحرفيين في القاعة، في القاعة. أضع الكلمة المناسبة مكان النقط. تشهد على حضارة المسجد. تشهد، من تشهد؟ هل نقول تشهد المسجد أو تشهد الصومعة؟ إذن الفاعل هنا سيكون مؤنثا، إذن نقول تشهد الصومعة. الصومعة، نكتب الصومعة. على حضارة المغرب. حفل بتاريخ بلاد العريقة. حفل، وهل نقول حفل القصة أو حفل الكتاب؟ حفل الكتاب. لو كانت القصة سنقول حفلت. حفل الكتاب، الفاعل هنا مذكر. تاريخ بلاد العريقة. تفضل، إذن الفاعل سيكون مؤنث لأنه مبدؤ بتو. هل نقول تفضل وائل أو تفضل وفاء؟ تفضل وفاء. التجوال في أسواق الفخار والخزف. أنشئ جملا فعليا انطلاقا مما هو محدد في العمود الأول كما في المثال. الصانع يصنع كؤوس الخزف. هذه جمل اسمية لأنها تبتدئ بالاسم. علينا أن نحولها إلى جمل فعلية. ماذا أصبحت؟ يصنع الصانع، إذن هنا سبق الفاعل الفعل كما قلنا في الدرس السابق من عناصر الجملة الفعلية. إذن الولد يحب صناعة الفخار. أين الفعل؟ يحب، من يحب؟ الولد، نكتب يحب الولد صناعة الفخار. يحب الولد صناعة الفخار. البائع يعرض أدوات الخزف. نكتب يعرض البائع. أدوات الخزف. ألاحظ المشهد وأصف ما فيه بتركيب جمل فعلية مع ضبطها بالشكل. إذن ماذا نرى هنا؟ نرى سيدة أو أما تشتري مزهرية فخارية، والفخاري هنا يبيع الأمة المزهرية. نقول يبيع الفخاري المزهرية. يبيع الفخاري المزهرية، أو نقول إيش تشتري الأم مزهرية.
ونقول هنا صنع الفخاري مزهرية. صنع الفخاري مزهرية. يبيع الفخاري المزهرية. تشتري الأم مزهرية. صنع الفخاري مزهرية.